وصفت واشنطن عبر سفيرها لدى الأمم المتحدة في جنيف روبرت وود ترأس سوريا لمؤتمر نزع السلاح في جنيف بالمهزلة. واحتجاجا منه على ذلك تراجع السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة في جنيف إلى المقاعد الخلفية في قاعة المؤتمر وترك مقعد بلاده شاغرا. We should all hold accountable the Syrian regime and those who enable its barbaric crimes. The United States is outraged at Syria's actions, its blatant disregard for international obligations. وقال السفير الأمريكي لشؤون نزع السلاح روبرت وود للصحفيين المعتمدين لدى الأمم المتحدة بجنيف أن واشنطن لا تريد مقاطعة فترة الرئاسة السورية للمؤتمر التي تستمر 4 أسابيع، لكنها تريد محاسبة النظام السوري على استخدامه أسلحة كيماوية ضد المدنيين. This is a real sad day in the history of the Conference on Disarmament. It's important that the United States speak out against the crimes that have been committed by the regime in Damascus. We will do so. We hope that our other colleagues in the CD will do the same. It is important that we hold this regime accountable for the crimes that it's committed. And the United States will not be silent. واتهمت واشنطن النظام السوري باستخدامه لأسلحة كيماوية ضد المناطق التي تسيطر عليها المعارضة، وأن جماعات إرهابية بينها جبهة النصرة وتنظيم الدولة الإسلامية حصلت على بعض المخزونات. هذا ما حاول سفير النظام السوري نفيه في مؤتمر نزع الأسلحة في جنيف. ترأس سوريا لمؤتمر نزع السلاح في جنيف جعل كثيرا من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تشكك في مصداقية هذه الدورة لمؤتمر نزع السلاح. طه يوسف حسن، قناة الإخبارية، الأمم المتحدة، جنيف.